معلومات. معنا من حمص مراسل أخبار الحربي معين درغام. معين مساء الخير، ما الجديد لديك؟ مساء الخير لك ياسمين ولكل مشاهدي الفضائية السورية، تحية لكم من مدينة القصير. تتابع قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في مدينة القصير بالقضاء على الإرهابيين المرتزقة بهدف إعادة الأمن والاستقرار. وتقدمت منذ الصباح الباكر بواسر الجيش من عدة محاور، وهي المحور الغربي والمحور الشمالي ومحور الحارة الوسطى، وذلك ضمن سياق المرحلة الثانية التي تحدثنا عنها سابقا. وأحرزت وحدات الجيش العربي السوري تقدما كبيرا على هذه المحاور، حيث تم السيطرة على معظم الحي الغربي بعد القضاء على عدد كبير من إرهابيي جبهة النصرة وتدمير مقراتهم. كما اقتحمت قواتنا الباسلة الحارة الشمالية التي جعل منها إرهابيو جبهة النصرة مقرا لإرهابهم للاعتداء على الأهالي، حيث قاموا بتهجير أبناء المدينة والاعتداء على المنازل وتفجيرها. وكانت تسمع اليوم أثناء الاشتباكات العنيفة أصوات الإرهابيين يطلبون الإمداد والذخيرة والسلاح من داعميهم، وأنهم غير قادرين على الصمود أمام الضربات الموجعة التي نفذتها بواسل الجيش. بالمقابل تواصل قواتنا الباسلة عملياتها بملاحقة الإرهابيين في ريف القصير، فقد حققت تقدما في الحميدية وقضت على عصابة مسلحة كانت تحاول الدخول إلى مدينة القصير. ومعنويات الجيش العربية السوري مرتفعة جدا، حتى الجنود ياسمين يتسابقون لاقتحام أوكار الإرهابيين للقضاء عليهم. فينا نقول ملخص اليوم العمليات التي قام بها بواسل الجيش العربي السوري، كان لتدمير مراكز تواجد ومقرات الإرهابيين في الأحياء الشمالية والمغربية، الأثر الكبير في إضعاف حركة الإرهابيين، سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوفهم، إضافة لمقتل عدد كبير من الإرهابيين والعدد كبير جدا. أصبحت حالة الرعب والتصدع واضحة بين الإرهابيين المرتزقة نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها بواسل الجيش العربي السوري لهم. ضرب خطوط الإمداد من المحور الغربي هرشون الغيضة على القصير، حيث كان الإرهابيون يحاولون ويفكرون الانسحاب من القصير باتجاه محور الضبعة، ولكن أين المفر؟ فالطرق محكم. وأين البطولات الوهمية لهؤلاء الإرهابيين عندما كانوا يظهرون على شاشاتهم الجزيرة والعربية بأنهم أبطال؟ ولكن لا شيء يذكر أمام بواسل الجيش العربي السوري. إليك ياسمين. من حمص معين درغام المراسل الحربي، شكرا لك جزيل الشكر. في إطار عملياتها